أفاد حاكم منطقة ليفيف في أوكرانيا بإصابة 5 أشخاص من جراء القصف على المدينة، وقال حاكم ليفيف إن حريقا اندلع في مخزن وقود من جراء الصواريخ التي استهدفت ضواحي المدينة. ميدانيا من واقع هذا الخبر من ليفيف عبر الهاتف ينضم إلينا الآن مراسل أكسترا نيوز محمد الزاوي. زاوي، تحياتي لك في البداية، وميدانيا ومن واقع يعني آخر الإحصائيات الخاصة بهذا الخبر وليفيف، ما هي آخر التطورات لديك تحديدا في هذه المنطقة؟ نعم، مساء الخير. أحدثت فعلا الضربة الصاروخية التي مست هنا مخزن للوقود بمنطقة ليفيف ذعرا كبيرا هنا في المدينة وفي مختلف مناطق الغرب الأوكراني. لحسن الحظ تقول السلطات أنه لم تسجل ضحايا نتيجة هذه الضربة، وطبعا دعت المواطنين إلى عدم الخوف والذعر وبأن الأمور متحكم فيها لحد الساعة، بينما كان أعلن رئيس مكتب الرئيس الأوكراني بأن هذه الضربة الصاروخية هي يعني كأنها تخويفية بالنسبة للدبلوماسيين الأجانب الذين ما زالوا يمارسون مهامهم هنا في مدينة ليفيف. على العموم الوضع لحد الساعة هادئ، طبعا بعد هذه الضربة كان تصاعد للدخان كثيف من تلك المنطقة، قبيل الضربة سمع دوي صفارات الإنذار، وكانت السلطات قد دعت السكان المدينة إلى اللجوء إلى الملاجئ، وبعدها أيضا يعني دعت المواطنين هنا إلى عدم تصوير هذه المنطقة وعدم نشر الصور المتعلقة بهذا. يعني أفهم من حديثك الزاوي أنه لا توجد أي وفيات؟ لحد الساعة وفق تأكيد السلطات الأوكرانية المحلية هنا لا يوجد وفيات في هذا الحادث، ما عدا بعض الإصابات لأشخاص. محمد، نسب إلى عمدة ليفيف قوله إن الحرب قد وصلت ها هنا، يتحدث عن ليفيف، هل كانت الضربة إذانا بالفعل بدخول ليفيف وإن كان بشكل جزئي إلى مناطق العمليات الروسية، ولا من المبكر الحديث وفق هذا المعنى؟ هو في الحقيقة أحمد أنه المخاوف بدأت خلال الأسبوع الأخير مع تقارير إعلامية تفيد بتحرك روسي من الناحية الشمالية لأوكرانيا وفي المناطق البيلاروسية. كانت هناك تقارير متعددة أو حتى غربية تتحدث عن إمكانية دخول القوات البيلاروسية لهذه الحرب إلى جانب القوات الروسية بشكل مباشر، مما يضع المنطقة الغربية المنطقة الشمالية والغربية لأوكرانيا كلها في مرمى النيران الروسية، خاصة وأنه قبل أيام فقط استهدفت منطقة ريفني وكذلك منطقة فولين، وهذين منطقتين يقعان في الشمال وشمال الغرب لأوكرانيا والقريبتان أيضا من منطقة ليفيف. يعني المخاوف كل مرة تزيد وبشكل كبير. استهداف ليفيف لأول مرة كان يعني في بداية الحرب، وبعدها كانت الضربة الصاروخية التي مست. وأنا هذا هو مبنى سؤالي محمد، يعني استهداف ليفيف كان مفهوم أنها ضربة نوعية تستهدف منطقة بعينها تريدها القوات الروسية، هل استهداف خزانات الوقود هذا اليوم يشكل استمرارا لمنطق أو لفلسفة الضربات النوعية التي تستهدف منطقة بعينها، ولا هذا إذانا كما يراه البعض ويراه عمدة ليفيف إن كان ما نسب إليه صحيحا بدخول الغرب ضمن مناطق العمليات؟ طبعا هو الضربة التي وجهت قبل أيام لمصنع الطائرات أو مركز تصليح الطائرات بضواحي مطار ليفيف كان إذانا هو الآخر بانتقال الحرب إلى الغرب الأوكراني، وزادت فعلا أحمد هذه الضربة من هذه المخاوف بأنه حتى مناطق الغرب الأوكراني باتت الآن مستهدفة، وزيادة على ذلك هو استخدام القوات الروسية لهذه الأسلحة الجديدة على غرار كاليبر التي ضربت قبل أيام منطقة إيفانو فرانكيفسك
المحاذية أيضا لمنطقة لفيف. هذا هو سؤالي لك. نعم. الزاوي بعيدا عن لفيف، يعني هل هناك بعض المعلومات الجديدة الميدانية لديك بخصوص آخر التطورات الخاصة باستخدام روسيا لبعض الأسلحة النوعية الجديدة في استهداف بعض المناطق بخلاف لفيف؟ يعني ماريوبول ماذا عنها وكذلك بعض المناطق الأوكرانية الأخرى؟ نعم، دعيني أبدأ معك ربما بمنطقة لافوتيتش التي أعلن رئيس بلديتها يعني اليوم سيطرة القوات الروسية عليها بشكل كامل. هذه المنطقة يعني منطقة استراتيجية وتقع بجانب منطقة تشيرنيهيف في الشمال الأوكراني، يعني منطقة تعلن السلطات المحلية رسميا بأنها باتت تحت السيطرة الروسية، مما يضع هذه المنطقة في قائمة جديدة للمدن التي تسيطر عليها القوات الروسية، وهي مدن في الأساس خيرسون في الجنوب وكذلك ميلوتوبل وبيرديانسك، هذه من المدن الكبرى. بالنسبة لماريوبول ما زال الصراع قائما، القوات الروسية لحد الساعة رغم ترسانة العسكرية القوية التي تحاول من خلالها محاصرة المدينة لم تستطع السيطرة عليها طبعا بدعم من الانفصاليين الموالين لها في دونيتسك ولوهانسك. الحديث ما زال أيضا يدور في منطقة خاركيف، والمعارك فعلا هناك مشتدة على مدار أيام. كانت هناك اليوم قصف ومعارك دائرة في ضواحي خاركيف وفي العديد من البلدات التابعة لمقاطعة خاركيف. في العاصمة الأوكرانية كييف ما زال التوتر قائما في الشمال الشرقي وكذلك الشمال الغربي، يعني دائرة المواجهات ما زالت تقريبا منحصرة في هذه المناطق. ربما الشيء الجديد هو الاستهداف في هذا اليوم لمنطقة الفيف والمخاوف وتبعات ذلك من إمكانية توسع جبهة القتال وجبهة الحرب وجبهة القصف إلى المنطقة الغربية التي كانت آمنة إلى حد ما خلال الفترة الماضية. بمناسبة المنطقة الغربية محمد، الاستهداف الذي طال واستهدف الفيف اليوم وأحدث على مستوى الحريق، كان الحريق مروعا حقيقة ولم يهدأ حتى الساعات القليلة الماضية، لا أعلم كيف بدت الصورة الآن، لكن يقول البعض أن هذا الانفجار كان قريبا من محطة القطارات الرئيسية في الفيف. هل إذا كانت المعلومة دقيقة، هل أثر على حركة النزوح الداخلي التي كانت لفيف تمثل وجهة أساسية للراغبين في الخروج من مناطق الصراع المشتعلة؟ لا، هو في الحقيقة المخاوف كانت لأنه المحطة هذه قريبة من يعني الأحياء السكنية، لأنه هذه أول مرة ربما تستهدف الفوف بهذا المكان القريب من الأحياء السكنية. لكن على الرغم ذلك ما زالت عملية النزوح قادمة، لأنه مداخل الفوف متعددة سواء بالحافلات أو السيارات الشخصية أو حتى بالقطارات التي يعني تنقل بشكل يومي آلاف النازحين من مناطق الصراع، من العاصمة كييف وضواحيها، من مدن الشرق في خاركيف وكذلك في سومي وغيرها من المناطق. لا زال يوميا طبعا يصل إلى هنا إلى مدينة الفيف الآلاف من يعني النازحين داخليا من مختلف المناطق. طبعا وتيرة النزوح تراجعت بشكل كبير وفق تأكيد السلطات المحلية هنا، على خلاف الأيام الأولى. طبعا وفق الإحصاءات الرسمية فإنه في الأيام الأولى كان ينزح إلى مدينة الفيف نحو 60,000 يعني مواطن بشكل يومي، وكان هناك اكتظاظ كبير سواء على مستوى القطارات أو على مستوى الحافلات أو عبر الطرق، وحتى النازحين الذين كانوا يتوجهون إلى الدول الأوروبية المجاورة على غرار بولندا كان بشكل كبير، وكان هناك ضغط عليهم بالمقارنة مع الوضع الحالي. تأكيد السلطات المحلية هنا تقول حتى الآن لا نوجد أو لا توجد طابورات يعني للسيارات أو للحافلات أمام الحدود البولندية. ما زالت عملية النزوح مستمرة لكنها بوتيرة أقل كثيرا. طيب زاوي، هل لديك بعض التفاصيل الجديدة بخصوص أي دعم عسكري وصل من جديد إلى أوكرانيا من أي دولة كانت للمساعدة، مساعدة أوكرانيا لهذا الهجوم العسكري الجديد النوعي الروسي الآن؟
نعم، تقارير إعلامية طبعا تتحدث عن وصول بعض المساعدات العسكرية الغربية دون أن تحددها بالضبط. الجانب الرسمي ما زال يلتزم يعني الصمت حيال ذلك، ربما من يعني مخاوف الروسية التي تستهدف ربما هذه الأسلحة من خلال نقاط دخولها عبر الحدود البولندية. قبل ذلك كانت أعلنت السلطات الأوكرانية طبعا عن دخول أسلحة، وأن هذه الأسلحة تم توجيهها إلى الجبهات وتوزيعها على مختلف الجبهات، لكن في الأيام الأخيرة هناك شح في المعلومات، رغم أن الكثير من الدول الأوروبية كانت قد صادقت على تقديم دعم عسكري لأوكرانيا خاصة من دول البلطيق. طبعا تتحدث تقارير إعلامية متنوعة عن هذه الأسلحة، لكن يصعب تأكيدها من عدمه في الفترة الحالية. محمد، أنت كنت أشرت إلى أن أو لم تشر، أنا فهمت من واقع حديثك أن نمط الحياة شبه التقليدية أو شبه العادية بدأ يتسلل نوعا ما، أو أكره الناس على الذهاب إليه. تقول بعض التقارير من كييف أن دوي صفارات الإنذار لم يعد وقعه كما كان في أيام الحرب الأولى، وأن هناك رغبة من بعض المواطنين في أن يسيروا وتيرة عملهم شبه العادية وليست العادية. اليوم جو بايدن كان في ورسو يقول أن هذا صراع سيكون طويل الأمد، قال صراع ولم يقل الحرب. على أي حال، هل بدأ الأوكرانيون يتهيئون للتعامل مع هذا الأمر كما لو كان أمرا واقعا وعليهم أن يتعايشوا معه؟ نعم أحمد، تعرف عندما ربما محاولة للتعود من الناس أو هناك نوع من محاولة التكيف مع الواقع المفروض عليهم، خاصة وأن هذه الحرب بالمعنى الحالي قد طال أمدها يعني لمدة شهر كامل. هناك الكثير من السكان في العاصمة الأوكرانية كييف وفي العديد من المدن الأخرى قضوا فترة أسابيع كاملة في الملاجئ، في محطات المترو وفي غيرها. لذلك ربما يحاول البعض منهم يعني النسبة التي بقيت في تلك المدن التعود أو تكييف نفسها مع الظروف الجديدة من خلال يعني ممارسة ربما بعض الأنشطة الخاصة بها، حتى أن المسؤولين الأوكرانيين دعوا يعني الشركات وكذلك قطاع الأعمال إلى العودة إلى العمل بأقل الإمكانيات على الأقل للمحافظة ودعم الاقتصاد الأوكراني. طبعا هناك فرق بين مدينة إلى أخرى، إذا أخذنا لفيف كمثالا أو العاصمة كييف أو خاركيف، في خاركيف هناك صعب الأمر، صعب جدا التكيف مع ظروف الحرب بالنظر إلى القصف المتكرر، المعارك الدائرة هناك كر وفر. في منطقة يعني ماريوبول هناك صعوبة كبيرة جدا أن يتكيف الناس مع هذا الواقع، بالعكس هناك ناس يبحثون عن الخروج من هذه المدينة. في مدن كثيرة يصعب التكيف مع هذا الواقع. طبعا في المدن ربما التي تقل فيها يعني نسب الحرب أو الصراع يحاولون التكيف بطريقة ما. الكثير من النازحون هنا في مدينة لفيف يحاولون التكيف مع الواقع الجديد من خلال البحث عن مدارس جديدة أو عن مراكز للأطفال وعن غيرها ربما. في هذه النقطة زاوي، يعني ما هي أهم يعني معالم الحياة التي توقفت الآن في أوكرانيا؟ بمعنى أنت أشرت إلى الواقع التعليمي وكذلك أيضا الصحي والعملي لمواطني أوكرانيا بشكل أو بآخر، ما هي سير هذه المؤسسات أيضا كذلك بعض يعني الأعمال الخاصة بالمواطنين هناك؟ نسبة النزوح كيف يتفاعلون أيضا مع طبيعة وواقع ارتفاع الأسعار؟ ما هي التفاصيل؟ طبعا هناك معاناة كبيرة جدا، يعني لأنه الحياة العادية يعني تغيب أو الحياة التي تعود عليها الناس قبل 24 فبراير لم تعد تلك الحياة. الآن هناك توقف للمدارس بشكل كامل في أغلب مناطق الأوكرانية، حتى مناطق الغرب الأوكراني تحولت فيها المدارس إلى مراكز للنازحين. هناك محاولة طبعا للعودة إلى المدارس من خلال عبر الإنترنت، لكن يعني ليس كل المدارس تستطيع في هذه الظروف، خاصة وأن الكثير من النازحين توجهوا إلى دول أخرى. طبعا هناك ارتفاع للأسعار، بدأ الناس يحسون
بهذا الارتفاع يوما بعد يوم، وتأثيرات هذه الأزمة وتداعياتها بدأت تمس جيوب الناس وتمس يعني الاقتصاد الأوكراني بشكل كبير. هناك تضرر للشركات، تضرر للصناعات الثقيلة التي هي عصب الاقتصاد الأوكراني. تغيرات كبيرة، يعني هناك تغيرات يعني نلمسها في الواقع المعاش في مختلف المناطق. ربما في المناطق التي تشهد صراعا يبحث الناس عن النجاة بأي طريقة، لكن عندما يصلون إلى هذه المناطق هناك صعوبات كبيرة، صعوبات في السكن، صعوبات في رغم محاولات السلطات ورغم كذلك يعني المنظمات الدولية والمتطوعين، إلا أن الصعوبات تبقى قائمة وكامنة وتتابع كل من يعيش. لكن محمد، كل المؤشرات على التعايش أو الرغبة في التعايش، وإن اختلفت درجتها من مدينة إلى أخرى بحسب الدمار والعمليات العسكرية التي تشهدها، لا يعطي مؤشر بأي شكل من الأشكال على احتمالية دوران عجلة التصدير الأوكراني من الموانئ، خصوصا وأن الشطر الأعظم من الموانئ الأوكرانية أصبحت تحت السيطرة الروسية. هذا صحيح ولا هناك احتمالية لأن تدور هذه العجلة ولو بخشونة؟ عودة الموانئ الأوكرانية إلى العمل مجددا بالوتيرة السابقة ربما أمر صعب إن لم يكن مستحيلا في الفترة الحالية. كما ذكرت أحمد، هناك سيطرة للروسية على العديد من الموانئ. كانت هناك تحذيرات أصلا من السلطات الأوكرانية بأن الكثير من الدول ستشهد يعني أزمات غذائية. صحيح. لأن الجانب الأوكراني لن يكون بمقدوره تصدير المنتجات الغذائية، بل لن يكون بمقدوره حتى ربما الاكتفاء داخليا. هو وزير الزراعة الأوكراني أعتقد كان له تصريح يقول أن المؤنة الغذائية لا تكفي إلا لعام أو أقل من عام تقريبا، وأن الحصاد في أوكرانيا أصبح محل شك للاكتفاء الذاتي أو للتوريد الخارجي. نعم أحمد، هناك مشكلة جديدة الآن صارت تواجهها الزراعة في أوكرانيا، وهو قضية هذه القنابل الموقوتة التي زرعت في الكثير من يعني في الحقول الزراعية، ولذلك حتى عودة العمال إلى تلك المناطق بات الآن وسط خطر يعني هذه شديد. محمد، هذه وضعت عن عمد داخل نطاق الأراضي الزراعية المنزرعة أصلاً، ولا هذه من مخلفات الصواريخ والمقذوفات التي كانت تسقط بالتبعية على هذه المناطق؟ هذه وضعت خصيصاً في تلك الحقول. طبعاً كانت هذه كممرات ربما مختلف القوات، ولذلك الآن يعني ستكون هذه وضع أساسي حتى لو انتهت هذه الحرب. ولذلك حتى هناك المسؤولون هنا في أوكرانيا يقول بأن البلاد بمقدورها ربما زراعة أو حصاد ما لا يزيد عن 50 إلى 60% من المحصول هذه السنة، خاصة في هذا التوقيت الحرج. يعني محمد الزاوي، مراسل إكسترا نيوز من ليفيف تحديدا في أوكرانيا، أنا بشكرك شكرا جزيلا.